5S هنبدأ نتعرف ايه هي ال5S وايه اهميتها بالنسبة لنا، هتفيدنا قد ايه في بيئة العمل حوالينا، هتفرق معانا في مجهود ووقت قد ايه. 5S عندنا طريقة لتطوير بيئة العمل، هي احد الركائز الاساسية في تطوير بيئة العمل في اي مكان. قبل التطبيق عندنا في المستشفى، في المنزل، في اي مكان حوالينا، لو ترتب 5S هيفرق معانا كتير. الغرض منها ايه؟ اول حاجة السيفتي او الامان، ان انا احصل على بيئة عمل نظيفة منظمة وامنة. المعدات، ان انا بقلل الاعطال، بستبدل الادوات عندي المعطلة بسرعة، بكتشفها، ببقى عارفة ايه اللي هستعمله دلوقتي وايه اللي هستعمله بعد شهر، مش بستعمل اي حاجة في اي وقت. وبعد كده الانطباع العام، ان انا اصلا المكان بيبقى مرتب عندي دايما، بيبقى جاهز لاستقبال المرضى عندي، بحس انا الشعور اصلا يعني جميل ولطيف ان انا دايما بيئة العمل حواليا مرتبة ومنظمة. الوقت، احنا قلنا دايما من اهم حاجة في 5S توفير الوقت. الوقت بيوفر لنا كمان مجهود، مش وقت بس، يعني ان انا ادور على حاجة واخد فيها وقت مثلا قد ايه، وان انا اقدر اجيبها في وقت قليل جدا واشتغل بيها، ده واحنا طبعا بننقذ ارواح يعني حياة يعني حياة انسان عندنا، فالوقت هيفرق معانا كتير. الفخر، ان انا بجعل الموظفين عندي فخورين بمكان عملهم، تحسين كفاءة بشكل عام. ايه هي ال5S؟ ستاندردايزد وسستين. الخمسة دي اللي هي تصنيف، تنظيم، تنظيف، تنميط وتثبيت.